كلنا نسمع عن قصة تايتانيك اللي مات بسببها ناس كتير جدا، وطلعت اشاعات كتير جدا عنها، وناس قالت ان السفينة غرقت بفعل فاعل، وناس قالت السفينة اتبدلت. لكن تعرف ان في حد تنبأ بحادثة تايتانيك قبل وقوعها ب 14 سنة؟ سنة 1889 الكاتب الامريكي مورجان روبرتسون كتب روايته الشهيرة حطام تايتان. رواية كانت بتتكلم في ايجاز كده عن سفينة بتغرق في المية. سيبك من قرب الشبه ما بين كلمة تايتان وكلمة تايتانيك، لان اصلا مش ده الغريب. الغريب كان في مواصفات السفينة اللي اتكلم عنها مورجان روبرتسون، وانه قال هي سفينة عملاقة جدا بتشيل 3000 مسافر، وزنها 70000 طن وطولها 240 متر، وسفينة تايتانيك الحقيقة كان وزنها 66000 طن وطولها 248 متر، يعني تقريبا نفس المواصفات بالظبط. وقت ما كتب مورجان الرواية ما كانش فيه أي سفينة ممكن تبقى بالحجم ده، لدرجة إن النقاد قالوا عليه إن هو خيالي زيادة عن اللزوم، وانتقدوا الرواية بتاعته لأن مفيش سفينة ممكن تبقى بالحجم ده. لكن بعد 14 سنة من رواية مورجان بتظهر سفينة تايتانيك للنور. من ضمن برضو الحاجات الغريبة جدا واللي محدش لاقي لها تفسير هي ظروف غرق السفينة بتاعت مورجان في الرواية وظروف غرق سفينة تايتانيك الحقيقية. في الرواية سفينة مورجان بتغرق بسبب ضباب شديد جدا وبتخبط في جبل جليدي وبتغرق السفينة، وطبعا مش محتاج اقول لكم ان دي نفس بالظبط ظروف غرق تايتانيك. سفينة مورجان في الرواية بتغرق في نص الليل وتايتانيك برضو غرقت في نص الليل. سفينة مورجان بتغرق في شهر ابريل وتايتانيك غرقت في شهر ابريل. فاحنا دلوقتي عندنا حل من الاثنين، يا اما مورجان روبرتسون كان بارع في التخيل والتنبؤ وتنبأ حادثة تايتانيك قبل وقوعها ب 14 سنة، او العكس ان حادثة تايتانيك فعلا دبرها واللي دبرها استوحى الفكره من قصه مورجان روبرتسون. اللي بيأيدوا الفكره دي عندهم بعض الادله، بيقولوا ان تايتانيك كان فيها عيب صناعه وبسبب عيب الصناعه ده ما كانش هينفع تستخدم، وبعد ما صرف ملاكها كل الملايين دي كان لازم يلاقوا حل. لو فيها عيب صناعه مش هياخدوا مبلغ التامين من شركه التامين، اما لو المركب طلعت رحله عاديه وغرقت في الميه هيتعوضوا عن ثمنها. والدليل بتاع الناس اللي بتتبنى الفكره دي ان عدد كبير جدا من الطاقم الاساسي للسفينه ما طلعش الرحله، وان عدد من رجال الاعمال المهمين اللي كانوا طالعين الرحله رغم ان التذكره بتاعتها كانت غالية جدا ما راحوش الرحلة، واعتذروا لأسباب غريبة جدا ما حدش صدقها. مثلا واحد قال ان هو عيان، وواحد قال ان هو كان عنده ميعاد تاني، واسباب غريبه جدا، وده رغم ان التذكره كانت غاليه جدا ورحله زي دي ما تتفوتش. اما بالنسبه للناس اللي بتتبنى فكره ان مورجان تنبأ بحادثه تايتانيك قبل وقوعها ب 18 سنه، فدول بيقولوا ان مورجان سافر عبر الزمن، والدليل على كلامهم من وجهه نظرهم ان مورجان مات بعد حادثه تايتانيك بسنه واحده بشكل غامض جدا. بص، هو سواء الفكره دي صح او الفكره دي صح فالموضوع غريب جدا، لان مستحيل حد يتنبأ بالتفاصيل بالدقه دي. فيا ترى بقى انت من انصار انهي فكره؟ حابب اسمع راي الناس في الكومنتات، ومن رايك هل الحادثه كانت مدبره ولا مورجان تنبأ بالمستقبل؟ اكتب لي رايك في كومنت، واكتب لي برضو انواع المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. اتمنى تكون الحلقه عجبتك. انا احمد الحفني، واشوفك على خير في حلقه جديده قريب جدا.